السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض بعد ما رسمنا الأعمدة والكمرات والفلور وكل الحاجات ديت، وكلها حاجات سهلة وبسيطة. ممكن تقول له وول، تعرف الوول رينفورس، وتعرف الوول هيبقى من الدور الكام للدور الكام، وتبدأ ترسم عادي اهوت. والأداة دي هتساعدك إن أنت ترسم بزاوية 90. ولو انت حابب تحط الاحمال هتقول له لود، وتبدا تشوف انت عايز النوع من انواع الاحمال، هل بوينت ولا لاين، وتبدا ترسم بالشكل دوت. طيب بعد كده ممكن تقول له اناليسيس، وتبدا تشوف انت عايز تعمل اناليسيس بروجكت اناليسيس، اكسبت. طيب نروح بقى للريزولت دوت، ونبدا نقول له ممكن تشوف بقى انت عايز تشوف الحاجه مثلا 3D من انفلوب، ممكن تقول له اناليتيك او ديفورمد شيب. فيظهر معاك بالشكل دوت. وتقدر تحدد الفيو زوافل والسكيل بتاع الاجزاء دي، تقدر انت تتحكم فيها. ممكن تشوفهم كسيمبل لود، تشوفهم لايف لود، ريد لود بالشكل دوت. تقدر تاخد سيكشن زي ما انت عايز في قلب المشروع. وتقدر من هنا تقول انا عايز اشوفها في الاكس والواي زي ما انت عايز. الفاليو خلينا مثلا نقول له 0.5، هيبقى يغير لك الشكل زي ما انت شايف. الاستراكشر بدأ يظهر معايا اهوت، تقدر تخفيف اي لحظة.